شعب احمد، حاضر سيد. نسخة الفتاوى، نسخة الفتاوى، الفتاوى الآن تفعل فيها ما قلت. سيدي فعل بفضل الله. طب الحمد لله وشكر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين والمسلمين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه شعب الإيمان، بسم الله، قال حدثنا، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أتي ببرذون عليه صفة ديباج، فلما وضع رجله في الركاب وأخذ بالسرج زلت يده عنه فقال ما هذا؟ قالوا ديباج. قال والله لا أركبه. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتاه ابن له صغير قد ألبسته أمه قميصا من حرير وهو معجب به، قال فقال يا بني من ألبسك هذا؟ قال أمي. قال أدنه. قال فدنا منه فشقه ثم قال اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوبا غيره. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى وذكر السند إلى الحسن رحمه الله أنه قال دخلنا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم جميعا وهو بالبطحاء فقلنا يا أبا تأخرت يا أجل تأخرت لما نعم تفضل تفضل كم. فقلنا يا أبا عبد الرحمن إن ثيابنا هذه قد خلطها الحرير وهو قليل. قال اتركه قليله وكثيره. ثم قال رحمه الله قال الحليمي رحمه الله الحليمي رحمه الله وروي عن إبراهيم أنه قال أنت مضبوطة مضبوطة عندك بالفتح؟ لا سيدي لا اجتهد من مفيد. الله أكبر علي الأسس اجتهدت. فهل قل الفهلوة المصرية وأنا أرضى. الفهلوة المصرية وأنا أرضى. ماشي. بكم الببغاء في الأسواق الليالي هذه؟ الببغاء؟ نعم 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 نعم. هذا الشيخ محمد عبد الجواد حفظه الله. طب ماشي طيب تفضل. قال رحمه الله وروي عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون ما سداه خز ولحمته إبريسم أو سداه إبريسم ولحمته خز. وقال وهذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسا إلا بالسدى واللحمة معا. قال فلا معنى لفرق من فرق بينهما. فأجاز اللبس إذا كانت اللحمة غير إبريسم والسدى إبريسما. الإبريسم هو الحرير. نعم. قال ولم يوجد إذا كانت اللحمة إبريسما والسدى غير إبريسم. نعم. وهما معنى وكنان للثوب لا يكون الثوب ثوبا ولا اللباس لباسا إلا بهما. قال ويدل على صحة هذا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سداها حرير ولحمتها مسيرة فأرسل بها إلي فقلت يا رسول الله ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال لا إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي. اجعلها خمرا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي. قال مسير هو من السيراء برود اليمن. قال وإنما العفو من هذا العالم في الثوب. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت لنا قطيفة كنا نقول إن علمها حرير فما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط. أكمل؟ نعم عن عمر. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثا أو أربعا وهذا والله أعلم توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال أو مثل الكف. قال لأن الكف فيها أربع أصابع. قال والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع لم يجاوز قدر الكف وكذلك إن كان ثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا الذي قاله الحليمي. لا 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 من قال لك بالدم بالضم أنت صحيح فيما فعلت لما رجعت عن اجتهادك. وقال لك في رضي الله عنك. قال هذا الذي قاله الحليمي في الإعلام صحيح. قال وقد رد عن عمر رضي الله عنه وغيره موقوفا ورفوعا ما دل على إباحتها. لا خلاص جزاكم الله خيرا أحسن الله عليك رفع الله مقامك في هذا الباب وهي أيضا الكلام على الملابس والأواني وأن الحرير يحرم وقلنا يحرم الحرير لبسه للرجال لأنه يدل على النعومة والنعومة تخالف الرجولة. الرجولة لا يكون معها إلا الخشونة اخشوشان فإن النعمة لا تدوم. وأيضا الحرير من ثياب أهل الكبر وأهل الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. و
وكذلك الذهب، فحرم أيضا اللبس، لبس الذهب والحرير على الرجال، وحرم افتراش الحرير. وقلت أن هناك أناس ما كنت أعلم هذا إلا بعد ما سئلت يعني، وقلت هناك من 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 قال بأن الحرير، هناك من يفترش الحرير سجادا، يعني عندهم ستائر من حرير، سجاد من حرير، وأيضا يجعلون السجاد له طرفه الذي المستطيل الأولي عليه يكون ذهبا، وأثاثات أيضا من ذهب، وكل ذلك حرام. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم آنية الذهب والفضة، الشرب والأكل والشرب لها، فلأن يحرمها في الاستعمال من باب أولى، من باب أولى. والحرير والدباج أيضا محرم، وقال هذاني حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحرم الافتراش، افتراش الحرير، قال حرم الحرير والدباج أن نجلس عليه، وأيضا حرم افتراش النمار. ولذلك أوتي علي بالذوم عليه صفة الدباج، فلما وضع رجله في الركاب وأخذ بالسرج زلت يده عنه. شوف نعومة قال، فقال ما هذا؟ قالوا دباج. فلما وضع رجله في الركاب وأخذ بالسرج زلت يده عنه، فقال ما هذا؟ قالوا دباج. قال والله لا أركبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، لأن فيها أيضا النعومة وفيها الحرير. عن عبد الرحمن يزيد قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود، فأتاه ابن له صغير فألبسته أمه قميصا من حرير وهو معجب به، قال يا بني من ألبسك هذا؟ قال ابنه، فدنا منه فشقه ثم قال اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوبا أغيره. عجيب جدا، مع أنه أصلا ليس على الولد شيء، وهو ليس مكلفا، الولد ليس مكلفا، فالأمر عليهما يكون فيه شدة في هذا الباب عليه يعني على الصغير. لكن ابن مسعود هو الولي، ابن مسعود هو الولي، ولأجل أنه هو الولي رضي الله عنه وأرضاه شقه، لأنه مأمور أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن الولد ما تلبس يعني ليس مكلفا، لكن هو يرى ابن مسعود أن الولي يحاسب على ذلك. عليكم السلام وبركاته. فشق الثوب، وفي في شق الثوب إفساد للمال، دي دلالة أنه عمل بأنه محرم، ولذلك لابد أن يوضع في 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 مجاله، هو شقه وإن كان إفسادا له، لأنه أمر عفو نهى عن المنكر، راد ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. ولعله إذا شقه يعني تستخدمه المرأة فراشا، أو تستخدمه يعني لابنتها مثلا، أو شيء من ذلك، يعني هو لا يضيع. ثم قال فلتلبسك أمك ثوبا غيره. وعن عبد الله بن عمر وابو البطحاء يقول دخلنا عليه فقلنا يا عبد الرحمن ثيابنا هذه قد خلطها الحرير وهو قليل، قال اتركوا قليله وكثيره، فاترك قليله وكثيره من باب الورع. يعني ابن عمر يعني ابن عمر يقول بذلك من باب الورع وليس امر على الالزام، اتركوا كثيره وقليله هذا من باب الورع ليس من باب الالزام، لانه قد رخص في الحرير باربعه اصابع. ولذلك قال عمر الخطاب ان سلم يعني اباح قدر الاصبع واصبعين، والاصبع واصبعين في كم، والاصبع واصبعين في الكم الثاني، يعني اذا امتلأ الثوب باربعه اعلام من حرير يجوز، وقد جوز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الامر على الرخصه بل هو على الجواز. حبيبي مشرف رضي الله عنك من له الفضل عليه، فيجوز الانسان ان يستخدم الحرير يعني إن كان تبطينا أن يكون فيه أعلام، فيه أعلام. وقولنا في الحرير ليس كالذي هنا في عصرنا، وهو البلوستر، البلوستر هذا مصنوع اللي هو يسمونه الحرير الصناعي، لهذا ليس لا يقع في الباب. الكلام على الحرير، الكلام على الحرير. وورد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له حلة سداها حرير رحمتها مسيرة، فأرسل بها إلي فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها؟ قال إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي، اجعلها خمرا بين فاطمة أمك فاطمة ابنتي. قال مسيرة من السيراء برود يمنية، يعني اللحمة حرير، ثوب من 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 حرير، فأعطاه أهداه لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال ألبسه؟ قال لا أرضى لك. هذه الرواية فيها إشكال، لأن هو لابسه حقيقة، هو لابس حقيقة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه عليه. فلما رأى علي بن أبي طالب من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار،
قام فقال قال ما أفعل؟ قام فشقها، وهنا شقها وقسمها بين الفواطم، هذه بسبب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشده إلى ذلك، يعني أنا أفعل ذلك ابتداء. وهذه فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل علي بن أبي طالب، يدل على شدة الحرمة. قد يكون لبس الحرير من الكبائر لكنه ليس من الكبائر، لكنه حرام. وعائشة رضي الله عنها تقول كانت لنا قطيفة كنا نقول إن علمها حرير، يعني فيها أعلام حرير، وإحنا قلنا أربعة أصابع تجوز، أربعة أصابع تجوز. ولذلك قالت ما فما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط، فما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال البس من حرير قدر إصبعين أو ثلاثا أو أربعة. هذا واقف عند 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 التوقيت، فالتوقيت كما قلت يكون قدر إصبعين على كم وقدر إصبعين على كم، فيكون الجمع بأربعة أصابع. وهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير، معناه في الأصل كما قلت بأنه على التحريم. الفوائد المستنبطة: فضل فهم عائشة رضي الله عنها أرضاه عليكم السلام. كاتب أحمد تأخرت، لما تأخرت؟ فهذا كلام يعني فيه دقة على عائشة. عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول فما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها أعلام قطيفة فيها أعلام، فقال ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذه فيها دلالة واحدة هي أن عائشة كانت أخبر الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الترخيص علامة على الحرمة، يعني طالما رخص يبقى الأصل حرام. الافتراش لبس، لأنه نهى عن افتراش الحرير، وقال أنا أسرد الله في الحديث الذي في الصحيحين قال اسود من 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 طول ما لبس، من طول لبس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.